أضرار بكنيسة سيدة النجاة، الحدث، منطقة الحدث ببيروت، إصرغارة إسرائيلية. تعرضت كنيسة سيدة النجاة في الحدث الضاحية الجنوبية لبيروت لأضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية التي طالت المنطقة أمس الأحد، والناس كانت بتصرخ وتقول يا عدرا يا عدرا. وطبعا اللحظات الأولى كانت برضو لهذه الغارة، الغارة دي كانت على منطقة الحدث مقابل مستشفى سان جورج. المنطقة دي يا جماعة كان لأول مرة يحصل عليها غارة. الغارة دي كانوا بيقال فيها انه كان في استهداف لمسؤول العلاقات الاعلاميه في حزب الله محمد عفيف. والوكاله الوطنيه في لبنان قالت ان طيران الحرب الاسرائيلي شن غاره على منطقه اسمها مار الياس. هذه المنطقه مكتظه بالسكان وسط العاصمه اللبنانيه بيروت. اعلن عن مقتل شخصين واصابه 13 بجروح في حصيله اوليه، وان المكان المستهدف كان متجر لبيع الادوات الالكترونيه. عرفنا بعد كده ان كان في كنيسه، عرفنا ان بعد كده في مكان قرب مستشفى سان جون، وان المنطقه دي منطقة مار الياس فيها تجمعات كبيرة. التجمعات دي أغلبيتهم مسيحيين وأغلبيتهم مسلمين سنة وليسوا شيعة أو تابعين لحزب الله. على الشاشة قيل إنها تحتوي على ذهب و أنا مش عارفة إذا كان التقرير اللي معانا اللي بيخدم الموضوع ده جاهز ولا لأ للأحداث اللي حصلت. عموما هو على بال ما يجهز. إحنا كان عندنا خبير عسكري كشف هدف إسرائيل من قصف منطقة مار إلياس. الخبير ده لواء أركان حرب المصري أيمن عبد المحسن، متخصص في الشأن العسكري، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الأخبارية قال إن القصف اللي استهدف ولأول مرة المنطقة السكانية في مار إلياس في العاصمة بيروت يعد بمثابة ورقة ضغط ميداني على المكون السياسي في لبنان، وخاصة على رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بهدف دفعه إلى تعديل موقفه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد أن بطارية مدفعية عبرت الحدود اللبنانية مؤخرا وبدأت تنفيذ قصف مدفعي لتوسيع نطاق العمليات ولتوفير دعم مكثف للقوات البرية. وتم قصف برضو منطقة نهر الليطاني خارج بلدة بلاط في قضاء مرجعيون، ومع استمرار برضو الغارات الإسرائيلية. واستهدفوا كمان إسرائيل استهدفت مركز بشكل مباشر في بلدة ماري حاسبيا، وقصفت قوات الإسرائيلية أيضا بلدة الخيام في جنوب لبنان. الحقيقة في تكثيف للضربات بشكل كبير جدا، وزي ما قلت لكم كان تم الإعلان بشكل رسمي عن أنه تم استهداف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف. أعتقد التقرير ده ليه علاقة بمحمد عفيف زمايلي. طب نعرضه لحضراتكم. غارة إسرائيلية مفاجئة على منطقة رأس النبع في بيروت، والهدف محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله. فمن هو؟ الهجوم الذي استهدف مبنى حزب البعث خلف دمارا هائلا وأدى إلى مقتل محمد عفيف، بينما أصيب ثلاثة آخرون. محمد عفيف كان من الوجوه البارزة في حزب الله ومن جيل المؤسسين للحزب، إذ انضم إليه عام 1983. شغل عفيف منصب مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله منذ عام 2014، وبرز كأحد الشخصيات الإعلامية الأساسية في حزب الله، وكان مستشاراً إعلامياً مقرباً من حسن نصر الله. محمد عفيف الذي يعتبر أحد كبار القياديين في المجال الإعلامي للحزب، تولى العديد من المناصب المهمة في الإعلام الحزبي قبل أن يصبح المسؤول الإعلامي لحزب الله. عمل رئيساً للأخبار والبرامج السياسية في قناة المنار، القناة الفضائية التابعة للحزب، إذ لعب دوراً كبيراً في توجيه الرسائل الإعلامية لحزب الله على المستوى المحلي والدولي. كان عفيف من المقربين للعديد من القادة البارزين في حزب الله، بما في ذلك عباس الموسوي، كما يعتبر من مستشاري نصر الله في الشأن الإعلامي. ساهم عفيف في إدارة التغطية الإعلامية لحزب الله خلال حرب تموز 2006، وهو مسؤول عن ملف الدعاية الموجهة للداخل الإسرائيلي، ويعتبر مسؤولا عن صياغة الموقف السياسي والاستراتيجي للحزب. قبل اغتياله كانت إسرائيل قد حاولت مرارا استهدافه، ولكنها فشلت في الوصول إلى هدفها. ليأتي اليوم موعد اغتياله في غارة هي الأولى من نوعها على رأس النبع منذ بداية الحرب. يعد اغتيال محمد عفيف ضربة قاسية لحزب الله، خاصة على الصعيد الإعلامي، إذ كان أحد الأفراد الذين أسهموا بشكل كبير في تعزيز صورته ونقل رسالته في ظل الصراع المستمر مع إسرائيل.
زي ما شفتوا الكلام اللي كان بيتقال ان دي برضو بدأوا كده مش بيستهدفوا اسرائيل، مش بتغتال قيادات عسكرية او قيادات بارزة في حزب الله، لا ده بدأوا كمان لاختيار قيادات مدنية. اجهزة الامن الاسرائيلية كانت بتقول ان في قنبلتين ضوئيتين سقطتا امام منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيصريا، وكان برضو في كاميرا مراقبة كانت وثقت لحظة انهيار مبنى سكني في منطقة برج البراجنة في بيروت جراء استهدافه بصاروخ إسرائيل. يعني الأمور مشتعلة جدا بين إسرائيل وبين حزب الله. برضو كان في كمان كانوا اتكلموا عن انه اطلاق قنابل ضوئيه، عن اطلاق صواريخ باليستيه، 30 قذيفه اطلقت من لبنان باتجاه شمال اسرائيل، استهداف قواعد بحيفه، اسرائيل اكدت سقوط جرحى، مقتل 6 واصابه 11 في غاره اسرائيليه على قريه الخريبه في بعلبك. برضو تطورات موضوع كمان انه في